ليش الهنا عم تقول انه راح تموت؟ ما راح تموت. انا ما بدي اياها تموت. انت كمان راح تموتي؟ ما حدا راح يموت حبيبي. هاي الحرب راح تخلص وكلياتنا راح نرتاح. نحن رايحين اليوم المسار لازم نلتقي فيه هو مرافق بالشمع. راح يأمننا تاكسي على بيروت. كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. ما فينا نعمل شيء هلا، لازم نستنى لتعتم. بس مدام حليمي ما رح تقدر تستنى. ما لازم تقولي لها شيء، مو لازم تحس بشيء، سمعاني؟ شو صاير برا اليوم يا بنتي؟ العالم اللي برا ما عاد يسوى فرانك. انتبه عنه يا رعليا. هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه. ما حدا، فهمتي؟ يلا روحوا. سرقوني.